الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من كورونيات. بتكلم عن الوضع الحالي النهاردة 12 أغسطس 2021، 4 محرم 1443، وكل عام وأنتم بخير وبنسبة العام الهجري الجديد، ونسأل الله أن نشهد فيه بإذن الله نهاية الوباء. النهاردة احنا بنتكلم واحنا الموجة الرابعة اصبحت واقع، يعني خلاص بقت موجودة في معظم دول العالم، واحنا في مصر داخلين يعني ببطء بس داخلين بشكل مؤكد على الموجة الرابعة، وربنا يستر. عدد الحالات الإجمالية في العالم 205 مليون وشوية، الوفيات 441 ألف، اللي خفوا 184 ألف، وبالتالي الحالات النشطة ما زالت دلوقتي بتزيد لليوم يمكن 30 على التوالي. احنا لو فاكرين انها وصلت في يناير وفبراير ل 25-26 مليون، ثم بدأت تنزل لغاية 11 مليون، ثم بدأت يعني كانت فاكرين ثلاثة فترة طويلة، ثم بدأت من حوالي شهر تقريبا من اواخر او اوائل يوليو، النهاردة اليوم 30 بالضبط، يعني شهر بالضبط من النهاردة، بدأت تزيد تدريجيا بمعدل ما بين 50-200 الف حالة في اليوم. النهاردة احنا بنتكلم داخلين على 17 مليون حالة نشطة. يعني الحالات الخطيرة في النشطة دي كانت وصلت لحاجة 80 ألف، ثم بدأت برضو تزيد بالتدريج، وصلت النهاردة 102 ألف بنسبة 6%. الحالات المقفولة طبعا هم الباقيين 189 مليون حالة، منهم 4 مليون وشوية ماتوا، و 185 مليون تم شفائهم والحمد لله. العالم طبعا احنا قلنا بكده انه صعب ان انا اقسم العالم لموجات لان العالم مش ماشي مع بعض، لكن الصورة دي بتقولنا ان العالم فعلا عدى على الاقل بثلاث موجات اساسية، يمكن دول راكبين على بعض، لكن لو كبرنا الصورة شوية كده هنلاقي ان الموجة الاولى والتانية كانوا حاجة واحدة تقريبا، دي واضحة موجة مختلفة تماما، دي موجة مختلفة تماما، ودي الموجة نقدر نسميها الرابعة او الخامسة حسب ما نشوف يعني. لكن العالم كله صعب ان انا اقسمه على موجات لان العالم مش ماشي مع بعضه. يعني هنشوف بعد شويه في دول احنا في اخر الموجه الرابعه، في دول في اخر الموجه الثالثه، في دول موجه واحده مستمره منذ بدايه الوباء ما خلصتش اصلا. فيعني ده بيتبقى للعالم كله. الوفيات نفس الصوره طبعا، الوفيات يعني احنا هنا في الحالات الجديده داخلين على 750 الف حاله، ودي قمه الموجه الثانيه اذا انجاز تعبير دي الثانيه يعني. وفي الموجة التالتة احنا دخلنا على 900 ألف حالة، فاحنا حاليا بنصعد بقوة، احتمال نوصل لقمة الموجة التالتة او نخطيها كمان. لكن في الوفيات احنا واقفين عند 10 آلاف حالة تقريبا يوميا. طبعا احنا خطينا 17 ألف حالة في الموجة التانية و 15 ألف حالة في الموجة التالتة، وده بيؤكد الكلمة اللي بيقولها كل مرة ان الكورونا اكثر انتشارا لكنها اقل خطورة بالتدريج. ده التغير الاسبوعي النهاردة عن الاسبوع اللي فات. الحالات الجديدة 4.5 مليون حالة جديدة خلال الاسبوع ده، بزيادة مقدارها 5% عن الاسبوع اللي فات. الوفيات 66 ألف حالة وفاة عالميا، بزيادة 2% عن الاسبوع اللي فات. الحالات الشفاء 3.5 تقريبا مليون حالة، بزيادة 21% عن الاسبوع اللي فات. وكون الشفاء أسرع من الحالات الجديدة ده بيدينا مؤشر انه ان شاء الله ممكن الموجة الرابعة تتكسر قريب جدا عالميا. بقول عالميا لانه الدول مش ماشية مع بعضها، فممكن النهاردة الموجة الرابعة تخلص في دول وتبدأ في دول غيرها، لكن عالميا الموجة الرابعة على وشك الانكسار طبقا للمعادلات او الارقام اللي قدامنا دلوقتي. الدول من حيث عدد الحالات، امريكا اكبر دولة في العالم طبعا 37 مليون حالة، الهند 32 مليون حالة، البرازيل 20، دول وحدهم فيهم حوالي كام؟ حوالي 90 مليون حالة من حالات العالم، حوالي تلت حالات العالم تقريبا في التلات دول دول بس، وفرق كبير جدا منها وبالاول دولة بعديهم روسيا 6 مليون، ثم فرنسا، ثم المملكة المتحدة، ثم تركيا، كلهم بيلعبوا في 6 مليون، الارجنتين برضه نفس الكلام. مش هنعد كتير في الحالات دي يعني. مصر طبعا هنا موجودة رقم 75 عالميا. ناخد بعض الدول على السريع كده زي كل مرة. الهند 32 مليون حالة، طبعا الهند في الشهور اللي فاتت في 4 و5 كان فيها كارثة إنسانية بكل المقاييس. وفيات الهند 400 ألف. الحالات الجديدة في الهند طبعا الموجة اللي هي الثانية عندهم
اللي كانت فيها الكارثه الانسانيه دي كانت فيها اكتر من 400 الف حاله وفاه، 400 الف حاله يوميا، وحوالي 4-5 آلاف حاله وفاه يوميا. يمكن اكتر من كده كمان، يمكن حاله الوفاه وصلت لغايه 5000 في بعض الحالات، 4000 ونص يعني. لكن الحالات الجديده كانت 400 الف حاله. وطبعا قصه المتحور دلتا ومش دلتا والعفن الاسود والكلام ده كله ادى الى زياده الحالات الشديده وزياده الوفيات في الهند في الفتره الاخيره. لكن في اخر شهرين الدنيا هديت خالص، واحنا حاليا في نهايه الموجه الثانيه في الهند. بنكرر وبنقول العالم مش ماشي كله حاجه واحده. الموجه الاولى في الهند بدات متاخر جدا وانتهت من حوالي بدايات السنه الحاليه، والموجه الثالثه او الموجه الثانيه بدات في مارس ووصلت القمه بتاعتها في ابريل ومايو، ثم بدات تنخفض حاليا. احنا حاليا في قاع الموجه الثانيه في الهند. نفس الكلام في الوفيات، الوفيات وصلت لغايه 4050 حاله في قمه الموجه الثانيه. النهارده الوفيات بنحكي في 230 حاله يوميا. البرازيل دي بقى مختلفه شويه، قلناها مره سابقه. البرازيل 20 مليون حاله، نص مليون وفاه. البرازيل الخط زي ما احنا شايفين مستقيم على يعني ما بيقفش. وناخد بالنا هنا برضه الحالات تقريبا هي موجه واحده من ساعه ما بدا الوباء، لا عمرها هديت ولا عمرها زادت. حصل هدوء بسيط شويه في نهايات السنه اللي فاتت، لكن من ساعتها الحالات تقريبا يعني تعلى شويه تنزل شويه، ما هياش قمم قيعان وايه وقمم موجات يعني، وانما هي نقدر نقول ان هي الحالات بتدي وتقل لكن within range معين. فانا بعتبر ان البرازيل في موجه واحده منذ بدايه الوباء لغايه دلوقتي. الوفيات بدات تقل شويه، هي وصلت لقمه 4000 حاله في اليوم وفاه في بدايات العام الحالي، لكنها بدات تنزل الى المعدلات اللي هي متعودين عليها في البرازيل منذ بدايه الوباء. المملكه المتحده بقى دي حاله خاصه جدا جدا، 6 مليون حاله اصابه، 130 الف حاله وفاه. الحالات الجديده ثبتت فتره كبيره جدا، وقلنا ده بسبب الانتشار المكثف لتطعيم استرازينيكا عندهم، لكنها بدات تزيد الحالات بشكل مكثف وكبير جدا في اخر شهرين. هي فاتت من الموجه الثالثه انجاز التعبير، اللي هي دي كانت الموجه الثانيه، كان المفروض هنا الموجه الثالثه لكن ما حصلتش، لكن لبست في الموجه الرابعه. النهارده الحالات في المملكه المتحده وصلت في بعض الايام ل 50 الف حاله جديده. النهارده بنتكلم في 25 الف حاله يوميا. لكن الوفيات برغم انها بدات تزيد شويه في اخر ايام، لكنها لسه برضو قليله جدا 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 بالمقارنه بالزياده الرهيبه في الحالات الجديده. وده بيؤكد نظريه انه التطعيم حتى لو ما حماكش من الاصابه لكنه بيقلل جدا من الحالات الشديده والوفيات ان شاء الله. تركيا 6 مليون حاله تقريبا، 50 الف وفاه. تركيا الحالات الخطيره 1% بس من حالات النشط اللي هم 400 الف، والوفيات 9% من اجمالي الحالات المقفوله. الارقام دي اقل بكتير من المعدلات العالميه، وده تفسيره عندي انه تركيا بتعمل مسح شامل لكل الحالات وقرايبهم واللي يعرفوهم، فعدد الحالات بقى كبير قوي والوفيات طبعا صعب يتلاقي في الوفيات او يتغير في الوفيات. فلما يكون البسط ثابت والمقام يزيد فالنسبه بتقل. طبعا تركيا حاليا في صعود سريع للموجه الرابعه، طبعا ادي الموجه الاولى ادي الثانيه ادي الثالثه وادي الرابعه. الوفيات نفس الكلام تقريبا، نفس الكيرف تقريبا، لكن نلاحظ ان الموجه الثانيه الموجه الرابعه قصدي في تركيا قربت من الموجه الثانيه خالص على الحالات، لكنها بعيده عنها برضو في الوفيات. ايران 4.3 مليون حاله، منهم 100 الف حاله تقريبا، 96 الف حاله وفاه. ايران الحالات الجديده الخطيره 1% والوفيات 3% في المقفول. ايران كان عندها كذا موجه، انا ما اعرفش هم كام موجه بالظبط، ادي واحده اهي، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، ادي خمسه، ادي سته، يعني حوالي 5 أو 6 موجات ورا بعضيهم، وكل موجه بتنزل لنزول يقل عن نزول المره اللي قبلها. يعني لو خدنا بالنا قاعه كل موجه او يعني نهايه كل موجه بتقف عند رقم اعلى من الرقم اللي وقفت عليه الموجه اللي قبلها. ادي بعض الوفيات، ادي موجه 2 3 4 5، في 5 موجات على الاقل في الوفيات، وفي 5 أو 6 موجات في الحالات الجديده. لاحظ هنا ان كل دوله ليها شكل معين
وباترن معين ونظام معين وسلوك معين للفيروس لا يتكرر مع غيرها من الدول. العراق 2 مليون الا ربع تقريبا حاله مسجله، منهم 20,000 حاله وفاه. طبعا النسبه هنا في الوفيات اقل بكتير جدا من المعدل العالمي. العراق عندهم 3 موجات باينين خالص من بقى، دي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه. الثانيه والثالثه راكبين على بعض زي ما حصل عندنا في مصر، لكنهم متاخرين عندنا على الاقل 3 4 شهور. نفس الكلام في الوفيات برضو، ادي موجه ادي الثانيه ادي الثالثه، برضو نفس القصه اللي بنقولها قبل كده، ان الحالات الجديده ممكن تكون اكتر من القديمه، لكن الوفيات بتكون كنسبه على الاقل اقل، وده معناه ان الكورونا بتزداد انتشارا وتقل خطوره تدريجيا. اسرائيل حوالي 1 مليون حاله، طبعا ضغط كبير جدا 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 على اسرائيل، دوله كل عدد سكانها بالعرب باليهود اقل من 10 مليون او 10 مليون تقريبا يعني، فدي معناها ان احنا داخلين على 10% من اجمالي الشعب اصبح مصاب بالكورونا او اصيب بالكورونا في يوم من الايام. الوفيات 6000 حاله، الحالات الجديده الخطير منها 1% والمقفوله 8%، واسرائيل من الدول القليله اللي الحالات الجديده فيها الخطوره فيها اعلى من الحالات القديمه، وده بسبب غير مفهوم بالنسبه على الاقل لغايه دلوقتي. ليه الحالات الجديده في اسرائيل على عكس خلق الله كلهم بتبقى اخطر من الحالات القديمه؟ الحالات الجديدة في إسرائيل برضه سبت فترة طويلة بسبب برضه تطعيم أسترازينيكا زي بريطانيا، لكن ده بدأت تزيد في الأوان الأخيرة ووصلت قربت توصل لقمة الموجة الثانية أو الثالثة، لكن الوفيات لسه ما بدأتش تزيد بزيادة كبيرة. نفس فكرة بريطانيا، لكن الفكرة في الحالات الخطيرة، فهل ده معناه إن إحنا ممكن نتوقع زيادة شديدة في الوفيات في الفترة القادمة؟ احتمال وارد جدا جدا في إسرائيل. السعودية اللي احنا قعدنا نقر عليها زمان ونقول السعودية احسن دولة في العالم او احسن دولة في اللي درسناهم في سلوكها او في تعاملها مع فيروس كورونا، بدأت حالات تزيد فيها في الفترة الاخيرة زيادة كبيرة. النهاردة بنتكلم في 500,000 حالة وشوية، وفيات 8000، زي ما احنا شايفين كده في فترة كبيرة جدا مستقرة من غير تطعيم ولا من غير حاجة، بمجرد بس الاجراءات الاحترازية من شهر يوليا 2020 لغاية يمكن يعني فبراير او مارس 2021، ثم بدات الارقام تزيد معها في الاول تدريجيا، ثم بدات تزيد زياده سريعه في اخر 3 4 شهور. ناخد بالنا هنا ان دي الموجه الاولانيه اللي انتهت في يوليا او في اغسطس، ثم فتره سكون طويله جدا جدا 5 6 7 شهور، ثم بدات الحالات تزيد ثاني. ما وصلتش للقمه اللي وصلت لها في الموجه الاولانيه 4000 حاله وشويه يوميا، النهارده بنتكلم في 1000 ل 1000 ونص حاله يوميا، لكنها برضه زياده كبيره جدا على دوله بحجم السعوديه. الحالات النشطة في السعودية بدأت تزيد في الفترة الأخيرة برضو بنفس النظام. الوفيات برضو بدأت تزيد عن المفترض الاستقرار، لكنها برضو زيادة أقل من الزيادة اللي حصلت في الحالات الجديدة. آخر حاجة بنختم بها دايما مصر، النهاردة بنتكلم في 284,000 حالة مسجلة، وبنكرر وبنقول اضرب الرقم ده في 10 وانت مرتاح نفسيا. احنا بنتكلم النهاردة في 2.5-3 مليون حالة أصيبوا في مصر بشكل شبه مؤكد يعني، وفيات 16,000 برضو اضرب في يعني 10 من 5 ل 10، لان في حالات كتير ماتت وما تسجلتش انها ماتت بسبب كورونا، ممكن ماتت فجأة، ممكن ماتت بجلطات، ممكن ماتت بحاجات تانية، ومش كل الحالات اللي ماتت بكورونا اتسجلت اصلا انها كورونا. فانت يعني باطمئنان كده اضرب الرقمين دول في 10 عشان ما ايه، عشان ما حدش يقول انت مش جايب كل الحالات او مش كل الحالات مسجلة. الحالات المسجلة في مصر بشهادة دكتور محمد عوض تاج الدين هي 10 تقريبا الحالات الفعليه في مصر. احنا النهارده بنتكلم في الموجه الرابعه بدانا فيها فعلا، احنا قعدنا فتره مستقرين بعد الموجه الثالثه. طبعا احنا الموجه الاولى نزلت بعد الموجه الاولى عدنا 1000 حاله في اليوم، ثم نزلنا الى اقل من 100 حاله يوميا، قعدنا فيها فتره طويله 3 4 شهور. لبسنا في الموجه الثانيه حوالي 1500 حالة، ثم نزلنا للخمسميات بس، وركبت الموجة الثالثة على الموجة الثانية عندنا، وكانت نزلت الموجة الثالثة إلى أرقام أقل من نهاية الموجة الأولى، كنا بنتكلم في 30-40 حالة مسجلة يوميا بس. النهاردة احنا بنتكلم دخلنا على 100 حالة، امبارح كان حاجة و90 حالة مسجلة يوميا امبارح بس، وقبلها كانت حاجة و80، واحنا بنتكلم في بداية صعود الموجة الرابعة. الحياة النشطة في مصر وصلت لقمة في 22 يوليو 2020، ثم نزول سريع لغاية 3 اكتوبر 2020، ثم بدأ الصعود مع الموجة الثانية
واستقرار شويه هنا، ثم صعود تاني للموجه الثالثه، ووصلت لقمه اكتر من القمه اللي وصلت لها في المره الاولانيه في منتصف يونيو 2021، ثم بدات حاليا تنزل. النهارده احنا بنتكلم في رقم يعادل تقريبا 60% من قمه الموجه الثالثه في كعدد حالات النشطه في مصر. بنتكلم في حاجه 30,000 حاله مقارنه بحاجه 50 اللي وصلناها في قمه الموجه الثالثه او قمه الموجه الاولى. الوفيات برضو لحد ما مستقرة عند 16,000 وشوية. الوفيات اليومية لها فترة طويلة جدا، أقل من 10 في اليوم ده المسجل. لسه ما بنتش قوي بداية الموجة الرابعة في الوفيات، وده بنقول دايما ان الوفيات بتتأخر عن الحالات الجديدة في حدود من 15 إلى 28 أو 30 يوم. فمبكي جدا ان احنا نقول ان في وفيات هتزيد أو لأ. نتمنى ان الوفيات بتزيدش، ونتمنى ان احنا اصلا ما يدخلش في الموجة الرابعة، لكن للأسف المؤشرات كلها مصريا وعالميا بتقول ان احنا داخلين وبقوة في الموجة الرابعة. عشان كده الكورونا ما انتهتش يا جماعة، الكورونا يعني لسه بدري ان احنا نقول ان احنا خلصنا عليها. الكورونا هتفضل في موجات صعودا ونزولا حتى يحدث احد امرين، اما وجود علاج بمعنى دواء اخده وانا عندي كورونا زي الانتيبيوتيك بتاع البكتيريا يموت الكورونا من دون ان يضر المريض، او انها تبدا تطلع وتنزل في موجات صعود ونزول وكل مره اكثر انتشارا واقل خطوره من المره اللي قبلها، لغايه ما تتحول الى مرض متوطن او مرض موسمي زي الانفلونزا العاديه. حتى يحدث احد هذين الامرين هتظل الكورونا مشكله اقتصاديه ومشكله طبيه ومشكله اجتماعيه ومشكله عالميه. ونلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من كورونيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.